كانت ليلة عاشوراء، حيث ركبت الدراجة مع أحد الإخوة إلى بيوت المسيحيين، وسلمناهم بطاقة فيها عدد أفراد أسرتهم ليأخذوا من طعام بيت العباس وفق العدد المحدد. إن المسيحيين كلهم حضروا بيت العباس عليه السلام في ظهر هذا اليوم، وهو يوم تاسوعاء، وأخذوا الطعام عدد ما أرادوه، والحمد لله. نأخذ طعامنا من هذا المكان في كل عام ونلتذ به لأننا نعتقد به. للبركة، ونحن نأخذ أيضا. فيه بركة للمريض، ومن يأكل منه يشفيه حتما. يعتبر طعام أبي الفضل عليه السلام تبركا، وملعقة منه تشفي المريض إن شاء الله. هناك فرق كبير بين الطعام العادي وطعام الحسين. لا تجد مثل هذا الطعام في جميع مطاعم العالم، فهو خاصا بالإمام الحسين عليه السلام. لم نصدق أن المسيحيين سيأتون ويتبرعون بالخراف ويلتمسون البركة ويشاركون ويبكون. يا أهل العالم، أيها المتيمون بحب أبي الفضل وحرمه عليه السلام، إن كل من دخل تحت هذه الخيمة هو أكثرية وليس أقلية. العباس ليس مختصا بالشيعة أو المسلمين، بل الجميع مريدوه. كلما تقدمت الأيام ويعلن عن تأسيس بيت جديد للعباس، كلما تناقل الناس هذه الأنباء بترحيب، ويكثر توافد الناس المسيحيون منهم والمسلمون، علما إن في هذه المنطقة معبد للزردشتيين وهم يأتون أيضا. هل تعلم أن الإمام الحسين كان صهرنا؟ نحن الزردشتيين ونحن نعتز به. نحن نحب الإمام الحسين، نحن الأقلية، نعتقد به، نحن زردشتيون ولكننا نؤمن به. نحن نجله، نحن المسيحيين نعتقد به، نعتقد به ونحبه كثيرا، ولا فرق بيننا وبينكم. رأيت بعض المسيحيين يشتركون في المراسم، فأنا أعرف زبائني، ولا ريب أنهم قد رأوا ما يدفعهم لذلك. لو لم يكن له جود وكرامة لما ذكره الناس وعظموه. كما قال أحد الشخصيات: ادفعوا الصدقة وانظروا واختموا القرآن لتحصلوا التوفيق للخدمة في هذا المكان. لقد بلغ الأداء الجيد للعاملين، وهذه هي السنة
السادسة أن يحضر ما يزيد على 2000 شخص ومنذ الليلة الأولى. منذ الليلة الأولى لمحرم دون توجيه أي دعوة رسمية لهم. وكلما تتتالى الليالي تكثر جموع الشباب الوافدين، وها هي الليلة التاسعة وقد امتلأت مساحة بيت العباس البالغة 1600 متر مربع، بل وقد اكتظ شارع نظر بالمعزين، واضطرنا ذلك لافتراش مسافة طويلة منه. لم تكون البارحة هنا، إذ بلغت الجموع إلى هنا وهم يجلسون على الأرض بلا فراش من أجل الحسين عليه السلام. لا أستطيع إطلاق كلمة خادم علينا، لا أدري ما أقول، وطلب شيء من السيد المولى يعتبر إساءة للأدب، فهو مطلع علينا وخدمتنا مسؤولية، ولا يمكن طلب شيء مقابل أداء المسؤولية. لا أتي بنية طلب حاجة، رغم أن طلبات لي قد تحققت، ولكنني لا أقصد المكان لحاجة معينة، وكأنني قد أضعت شيئا إن لم أت. نحن مدينون للمولى بجميع حياتنا، وأهم ما أكرمنا هو التوفيق لخدمته، هذا كل شيء ونحن ممتنون. لقد طلبنا أمرا من أبي الفضل العباس، حتى وإن كان تحققه يتطلب منا الانحناء للآخرين وتقبيل أقدامهم كل عام ليعطونا قطعة أرض ولو لمدة الشهر أو 20 يوما لإقامة العزاء، وأن لا نسلب شرف الخدمة، ولكننا نقول له: أيها المولى، نريد قطعة أرض خاصة بك. نأمل أن تتهيأ بناية متعددة الطوابق ليتكون فيها مجمع ديني ثقافي، وتلبي جميع حاجات الإنسان الشاب والشابات. اللهم نسألك بحق صاحب الزمان، استجب دعاء حضرتي لهذا الجام. لهؤلاء المعزين حالة خاصة، إن المآتم كثيرة، لكن لهذا المأتم حالة أخرى. هذه قلوب مخلصة وشفافة، ويطلبون هنا حتى لجرعة ماء للبركة، ولو لم يستدعيكم المولى لما قدمتم. جزاكم الله خيرا، تناولوا شيئا ثم اذهبوا. المولى هو مولى حقا، وهو يعطي للجميع، يعطينا وإياك. نحن لسنا من العاشقين، إذ العاشق من يبدي نفسه لأهل البيت
وللحسين عليه السلام. أما نحن فتربطنا به المحبة والحماس، والحماس هو الذي جرنا إلى هنا. إليك أيها المحلق في الجنان، إليك أيها الذائب المنصهر في ولاية أبيك المرتضى، إليك أيها المؤثر على نفسك أخاك سيد الشهداء عليه السلام، إليك أيها المدافع عن حرم بيت الوحي والنبوة والإمامة، يا من أقبلت عليه الدنيا بزينتها فولاها ظهره، وراح يستحث الخطى نحو جزيل الأجر في الدار الآخرة، إليك أيها العباس، إليك أيها العباس الذي لم يلق منك عدو الدين والإنسانية غير الغضب والزمجرة العلوية، يا أبا الفضل، يا أبا الفضل وسيد الكرم ومعدن الجود وجوهر التضحية ورمز الوفاء وآية الحياء، يا قطيع الكفين، يا قطيع الكفين ويا مطفوء العين ويا منكسرا لعطش أطفال الحسين عليه السلام، إليك يا ابن أمير المؤمنين وأم البنين عليهما السلام، أشهد بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة والصبر والاحتساب والمعونة، يا من أحار في وصفه وألوذ بركنه وأرنو إلى حقيقته، إليك أيها السيد الهاشمي والمغوار العلوي والموالي الحسين، يا من هانت عليه نفسه من بعد أخيه الحسين فتمنى لها ألا كانت أو تكون، يا من علمت الناس كيف يكونون أحرارا إذا ما واجههم الرق والشيطان، يا حلال المشكلات، يا حلال المشكلات وقاضي الحاجات، إذ أنت باب على الله منه يؤتى وأنت الوسيلة إليه تبتغى، إليك هذه القطرة الخجولة والمشروع المتواضع تقدم به خادمك الإنسان لعله يحظى بالتفاتة حنونة أيها المحلق مع عمك الطيار في فسيح الجنان. دخلت فيني ما عدت أحسين يا حبيبي.